امرأة عاشت عمرها كله مع القرآن، مرضت مرضا شديد بعد عمر طويل، أخذوها إلى المستشفى. ففي المستشفى نقلوها العنان مركزة، الحالة صعبة وشديدة. أسأل الله أن يشفي كل مريض مسلم وأن يعافي كل مبتلى مسلم. فاشترطت على الأطباء لو الأمر حيوصل لنا حسيب العنان المركزة وموت مش مشكلة عندي، أنا لي شرط المصحف محدش يبعده عنه. الله أكبر. فوافقوها في أول الأمر. أسبوع واثنين أقول لها حاجة ما عادش ينفع، أنت جايبها أختي جنبك، السرير اللي جنبك وهي تقرأ عليك وحضرتك تقرأ عليها حتى وهي في المرض الشديد مشغولة بالقرآن، ما عادش ينفع يا حاج. فبكت بكاء شديد. قالوا خلاص ما تنشغلش بحد جنبك، حضرتك تشتغل القرآن لوحدك على سريرك عشان التعب ما يزيدش عليك. قالت حاضر. وتقرأ كل يوم قد إيه؟ 10 أجزاء. الله. كل يوم. تتصور يا شيخ عم وهي بتقرأ، وكان آخر لحظة في حياتها وصلت عند قول الله عز وجل في القراءة: والذين آمنوا أشد حبا لله. الناس بيحكوا في العناية المركزة بيقولوا، وقفت عند الآية دي وقعدت تكررها وصوتها يعلى: والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله، قرابة 10 مرات. وفي المرة 10 خرجت روحها إلى الله والمصحف في إيديها، فألصقته بصدرها. عاوزين يغسلوها. اللي حصل ده عجيب، لكن الأعجب ما قدروش يفكوا إيديها وياخدوا منها المصحف. يا الله. ما قدروش يشيلوا المصحف من إيديها ومن على صدرها. فاتصلوا على العلماء والمشايخ نعمل إيه؟ فالشيخ قال أجي أشوف بنفسي. فستروها إلا موضع المصحف كشفوه. فقال للممرضة حاولي تشيلي، يفكوا إيديها يمين شمال محدش قدر. فكانت فتوى الشيخ في النهاية قال غسلوها وخلوا المية، جنبوا المية انها تيجي على المصحف على كتاب الله، وادفنوها في القبر ومعها المصحف الشريف. انا بأتصور يعني دي امرأة نزلت القبر ومع حجتها مع المصحف. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا رب، وأبتنا على لا إله إلا الله يا رب العالمين. فلك أن تتصور أنها نزلت القبر ومعها المصحف. أنا حنزل القبر ومعايا إيه؟ وحضرتك يا أخي حتنزل القبر ومعاك إيه؟ وأنت يا أختي وأنت يا أبي حننزل القبر ومعنا إيه؟ دي عاوزة أن احنا نقف ونتدبر. يا أمة محمد، يا أمة القرآن، عودوا إلى القرآن.